خليني اخدكم بقى لحاجه يعني الحقيقه مسلسل من المسلسلات اللي انا ممكن احط عليه يعني ايه اسم المدهش. ليه مدهش؟ لانه الفكره جديده، التمثيل مختلف، الاداء في اداء جديد حتى على الابطال. فكره المسلسلات اللي هي القصص القصيره اللي في خلال أسبوع أنت بتشوف القصة تستمتع بيها جدا، تعيش مع أحداثها وتنتهي بنهاية الأسبوع، فتبقى واخد كده كبسولة درامية حلوة ومليانة أحداث ومحبوكة زي ما بيقولوا صناع الدراما، محبوكة جدا، قصة حلوة، ممثلين على قد المستوى، مبدعين، مخرج رائع، ففي النهاية الحكاية حلوة وما بتبقاش عارف الأحداث هتروح فين. الاسم اسمه حكاية رولات، وده ضمن حكايات طبعا مسلسل في كل أسبوع حكاية، ودي فكرة رائعة بصراحة، كل أسبوع حكاية. لكن الحكاية دي تحديدا تصدرت الترند الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والفكرة جت ببساطة جدا، إن هو يعني فور يعني حكاية اتنين بيبدأوا كأنهم هيحصل يعني هيتكلموا أو هيتناقشوا أو هيتطلقوا أو هيقولوا إيه اللي حصل، فانت ما تبقاش عارف الاحداث هتبدا ازاي، تقف ازاي، وهيوصلوا لايه. يعني فيها نوع من انواع كمان الاندهاش اللي بيبقى حلو. يعني الحقيقه طبعا الفنانه المبدعه اللي يعني كانت في المسلسل البطله نجلاء بدر كمان يعني نالت اشادات كبيره جدا عن دورها في المسلسل، وقدمت الحقيقه حاله كده انسانيه حلوه، وعندها كده رقي جديد ونضج شديد جدا في دور يعني جديد اعتقد كمان على الفنانه نجلاء بدر. خليني ارحب بالجميله نجلاء بدر واقول لها مساء الخير يا نوجه زي ما بنقول لها. ازيك يا شفتي، اخبارك ايه؟ انا على فكره كلمتك علشان احييكي. انا عرفت والله وشفت ميس كول، بس بعديها بفتره كنت بصور. بس خليني اقول في البدايه حاجه كده صغيره. اتفضلي. ان انا فخوره ان انا النهارده يعني في مكالمه تمت من استاذتي اللي انا ابتديت شغلي الاعلامي تحت تدريبها شفكي المنير. يا حبيبتي ده يعني اشكرك. اشكرك ازاي بقى؟ يعني اول ما اتخرجت من الكليه كنت اول معلم لي قدام الشاشه. حبيبتي انت شاطره اصلا يا نجله، وانت مذيعه، وانت كمان يعني في التمثيل. ده انا من تحت في ايدك، يعني انا عاشرتك في احلى ايام واتدربت تحت ايدك في بدايه شغلي. بس ده 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 كمذيعه، لكن انت موهوبه كممثله يعني. الحمد لله رب العالمين. خليني اقول لك اولا الدور جديد وغريب ويشد وأدائك طبيعي وأنت طبيعية، وتقريبا حتى يعني استخدمتي أدائك أنت كممثلة أكتر حتى من المكياج وكده، كنت طبيعية جدا. إزاي استقبلتي الإشادات والنجاح وكنت متوقعة؟ والله أبدا أنا عمري ما توقعت النجاح لحاجة. يعني أنت دايما بتعملي حاجة بأقصى ما عندك من مجهود وحب، ودايما بتنتظري رأي الجمهور. يعني هو نجاحنا هو رأي الجمهور، فعمر ما حد بيتوقع نجاح. طب الفكره لما اتعرضت عليكي كنت قلقانه منها ولا شايفاها فكره عاديه ولا هو اسبوع ويعدي ولا؟ لا بصي، هي عجبتني جدا كفكره. قلقت شويه في ان هل الموضوع يخص الفنان بس ولا هو بيتكلم عن حاله انسانيه، وده اللي فكرت في التناول فيه. انا مش هعرضه من وجهه نظر شيرين الفنانه قد ما هعرضه انها انسانه زينا زيها طبعا. بتحب، بتكره، بتتخان، بتغلط. فهو ده اللي انا فكرت فيه. انا مش عايزه تبقى شيرين الفنانه بالنسبه للجمهور قد ما هي شيرين الانسانه فعلا. ان هي انسانه تمتهن مهنه فنانه، لكن هي في البدايه هي انسانه الواقعية. لكن خلي بالك ان دايما تصوير الفنان في الاعمال الدرامية بيبقى مبالغ فيه. صحيح. لكن انا حسيت ان ده قريب قوي مننا، احنا بشر طبعا. بنحب وبنتجرح فانا عشان كده لما جيت اتناوله قررت اتناوله شبهنا بطبيعتنا. اللي هو شبهك انت يا نجلة، لانه انا عارفاكي حتى على طبيعتك من غير مكياج وبسيطة فانت طالعة زي ما بتبقي مثلا موجودة في بيتك، يعني بشكل أيوة طبيعي. أنا عايزة أصور الحياة طبيعية. ما فيش فنانة بتقعد في البيت 24 ساعة فول ميك اب مثلا وبتتجرح وبتتخانق مع جوزها وبتعلي صوتها وبيعلوا صوتهم على بعض وعندهم مشاكل طبيعية.
طب انا عايز اخدك للقصه، لان القصه الحقيقه كمان هي اللي ادت الفرصه لكل التعابير الانسانيه اللي كانت موجوده. اولا القصه يعني مش عايزه اقول جديده، هي قصه ممكن تحصل، ولكن التناول بتاع المسلسل هو الجديد، او المخرج كمان استعمل تكنيك حلو. احنا في يعني انا اتفاجئت في الاخر ان انتوا كل ده مثلتوه فيلم، ما كانش باين طبعا من الاول. فالتكنيك بقى بتاع فكره انه الزوجه بتغلط وبتعمل حاجات يعني ممكن يعني تبقى مشكله كبيره، وكمان الزوج بيغلط هو كمان، يعني بيرد الغلط بغلط، فالاثنين في الاخر بيفقدوا بعض لان هما الاثنين غلطوا في الطريق. خلي بالك لو احنا ركزنا في قصتهم ان الاثنين متحاملين على بعض، يعني كل واحد بينسب خطا للتاني. حتى هو خيانته نسبها ليه، حتى هي لما دخلته في مشروع وخسر نسب ليها الخطيئه، وهي حتى لما نزلت الطفل نسبت ليه الخطيئه، ان انت خليتني اتمسك بالفيلم وخليتني اشتغل مع الد اعدائك علشان ما اضحيش بالفيلم. فهم الاثنين متحاملين على بعض، وعلى فكره ده الواقع في حياتنا. ايوه صح. ولو كان حصل مواجهه من الاول او صراحه من الاول ما كانتش حصلت التراكمات، وعلى فكره دي في كل البيوت. ايوه صح. بس عارفه يا نجلة، انا في الاول قلت ايه، يعني هو بادئ ان هو مخرج وان هو بيدعمك وهو معاكي، بس هي فكره برضو ان الانسان احيانا كلنا بنبقى في نفس الحكايه دي، انه طب يعني انا ده ممكن اجله، ده حلم حياتي، وفي الاخر برضو انتوا بينتوا انه حلم الحياه ده ممكن يتبخر في ثانيه ولا يبقى حلم حياه اصلا. وده واقع احنا عشناه كلنا، وياما في ناس بحت بحاجات كتيره مقابل حاجات تانيه كانت فاكره انها هتحقق فيها نجاح او هتحقق فيها هدف، وخسرت كل حاجه. وخسرت كل حاجه. طب قولي لي انت حضرتي نفسك، لان ده مسلسل يعني لازم تظهري الاشياء النفسيه اللي جوه، هو ما فيهوش احداث كتير او اماكن كتير تصوير، يعني انتوا كمان في مباراه فنيه طول الوقت، فا يعني وبين كنتوا الاثنين يعني، فقولي لي حضرتي نفسك ازاي؟ بتعملي ايه بالظبط؟ فكرتي ازاي في الشخصيه؟ انت بتعملي ادوار كتير، ممثله شكلها حلو، هتطلعي ازاي؟ يعني رسمتيها ازاي؟ بصي كانت بالنسبه لي سهل ممتنع، مش عشان حاجه، هي اقرب الشخصيات لطبيعتنا والحياه، يعني انا مش بعمل كاركتر بعيد عننا. تمام. فلو كنت اتسلكت زياده عن اللزوم كانت هتضيع مني وكانت هتبوظ، بالعكس انا سبت نفسي ليها. وسبت نفسي لحوارها، وسبت نفسي لاحاسيسها، يعني انا مش عايزه اقول لك ان انا ما فيش مشهد عيطت فيه كنت عامله حسابي. سبتي نفسك للدموع تاخدك بجد. انا لدرجه ان في مشاهد ما كنتش متخيله اني هعيط فيها ولقيت نفسي بعيط. فانا ما اعرفش ليه هي الشخصيه دي بالذات هي اللي سحباني مش انا اللي سحباها، هي اللي اتحكمت مش انا اللي اتحكمت، هي اللي شكلتني مش انا اللي شكلتها. هي اللي شدتك تعملي الدور كده. طب انا عايزه اكلمك على مشهد النهايه، الناس كانت زعلانه ان المسلسل خلص، انت عارفه المصريين يحبوا النهايات السعيده، يعني رغم كل الاعمال اللي جات لنا بس دايما بنحب ان البطل والبطله ما يسيبوش بعض، خصوصا انه في قصه حب، يعني في حب متبادل بينهم هما الاثنين. انما المشهد النهايه اللي هو كل واحد بقى رجع شغله، انت بقيتي النجمه وحطيتي الروج وبداتي النجمه، هو رجع شغل وخلاص. بس انا شايفه مشهد النهايه سعيد، انت لو خدتي بالك النظره الاخيره. ايوه النظره منك ليه. بعض وابتسموا، ده معناها ان في امل، يعني ان الحب ما ماتش. اما انتوا لازم تعملوا اسبوع تاني بقى عشان نشوف الامل. لا ده قصه ثانيه. يعني لازم لو رجعنا مش هنتخانق برضو. ايوه لا ممكن تتخانقوا على حاجات تانيه برضو يعني. ما هو مفيش اتنين بيحبوا بعض وما بيتخانقوش. ايوه صح. اعتقد انه كمان فكره الرولات والمسدس دي كانت حاجه جديده، فيها نوع من السسبنس الشكل الجديد في الدراما، وبرده ده كان مناسب للايقاع نفسه، ايقاع الاسبوع مناسب. الفكره بتاعت الرولات دي هي المحور الرئيسي للحبكه الدراميه الصحيحه. يعني عايزه اقول لك لو المسلسل ده اتعمل في ظروف تانية، شيلي لعبه الرولات واتنين متجوزين قاعدين مع بعض بيتكلموا، هيبقى عادي، مفيش هتاخدي نفس الشده. صح اكيد. طب انا عايزه اسالك، اللي في حته ان كل مره منتظره الطلقه هتطلع من المسدس ولا لا، او حد هيموت ولا لا، هي دي اللي عملت شدت الايقاع السريع اللي هو الحلو. اكيد شدت الانتباه. دي اكتر حاجه عجبتني في المسلسل على فكره، لو كان حوار عادي واتنين متجوزين بالنسبه لي كان الموضوع هيبقى ممل، بس فكره الرولات هي فعلا اللي كانت عجباني، هي اللي شدت الانتباه. سؤالي الاخير، حقيقية. التجربه بتاعت قصه في اسبوع دي، انت بقى كفنانه بتحسي ان انت
قدرتي تطلعي الشخصيه في عدد المشاهد الاقل كتير وحلقات اقل كتير، ولا حاسه انه لا يعني بترتاحي اكتر في المسلسل المفروض اكتر، الدور اللي فيه مواقف ومشاهد اكتر؟ لا بالعكس، انا الحلقات القليله فيها ميزه ان دايما ما بيبقاش فيها مط صحيح. وما فيهاش مشاهد حشو. احنا عندنا كده في الدراما بنقول مشاهد حشو ومشاهد منطقه. ايوه دخل من لما الباب بيبقى خرج من الباب. التايم قليل زي بالظبط، هقول لك خلصي الاكل سوري يعني كتشبيه، مثلا اعملي الطبخه دي في ساعتين ولا اعمليها في يومين؟ صحيح. لما بتعمليها في يومين بتسيبيها وترجعي وتسيبيها وترجعي، بالعكس بتبوظيها. لكن لو هي بتعمليها في ساعتين عموما كانت كبسوله دراميه متكامله، يعني من كل يعني كل الابداعات الفنيه كانت فيها. بس طبعا انا بهنيكي وبحييكي وكل اسره العمل، اكيد عملتوا مسلسل وشد انتباه الناس جدا، وخلينا نقول للناس كمان عندهم فرصه اللي ما شافوهوش يرجع يشوفوا على واتشت بيتذاع. انا شفته على واتشت بصراحه يعني، ف وانا كمان فعلا كنت كان بصور ممتع. فشفت على وجهي. طيب مش هنسيبك الا ما تقولي لنا رمضان اخباره ايه؟ بنصور في الوقت الحالي مسلسل سر البيتا مع المخرج خالد يوسف، طبعا وده من الاعمال المهمه قصة اللي الاديب الكبير انا يوسف منتظر انا ادريس. كمان اشوفها، لانه ملحمه دراميه حلوه قوي. اكيد اكيد، وانا يا رب متاكده التوفيق للجميع. متاكده انك هتفاجئينا برضو اكيد بعمل قوي جدا يعني. يا رب يا رب كلنا يعني، لان بجد كل الناس تعبت قوي، وبجد استاذ خالد يوسف عامل رؤيه مختلفه تماما، لانه اول عمل درامي ليه، وانت عارفه ان هو مخرج سينما، فمتناول القصه بطريقه مختلفه تماما أكيد. يعني. قطعتوا شوط في التصوير؟ قاطعين شوط، احنا بقالنا كتير بنصور يعني. طيب ان شاء الله يعني بالتوفيق باذن الله. الفنانه الجميله نجلاء بدر، انا بشكرك جدا واتمنى لك دايما التوفيق ودايما مشرقه ومبدعه، بشكرك شكرا جزيلا. حاجه كده عايزه اقولها لحضراتكم كمان، طبعا جميل المسلسل، فرصه كمان واتشت يعني مش بس في رمضان، يعني احيانا احنا ظروفنا ظروف شغلنا وعملنا وكلنا، هي فكره ان انت ترجع وتشوف. انا يعني يمكن كان عندي حظ اني اشوفه على يومين فاستمتعت بالجرعه كلها في يومين، فبرضو ده اللي بيساعده المنصات الحقيقه، بتساعدنا جدا ان انت ترجع، وكمان لو فاتك حاجه فاتك مشهد انت متحكم في الوقت ارجع اشوفه امتى. بنحيي فكره الفكره في اسبوع دي، طبعا بنحييها، ودي فكره من الافكار الحلوه اللي كمان الدراما اولا بتشغل عدد كبير من الفنانين، عدد من الكتاب المخرجين المبدعين، بتحط افكار كتير. يعني احيانا يبقى عندك فكره لا تتحمل مثلا 15 او 30 حلقه، لكن انت ممكن تحصرها في اسبوع 5 أو 6 أو 8 حلقات بكتير، تقدر تعمل ده، وده الشكل اللي بقى لايق على الزمن اللي احنا عايشينه مع الايقاع السريع.